مرحبا بكم في نشرة أخبار القاهرة إيميج. الرئيس السيسي يشدد على ضرورة تجنب السودان النتائج الكارثية على استقراره. الخارجية المصرية تعلن إجلاء 436 مصرياً من السودان. وزير التعليم المصري لأولياء الأمور بشأن امتحانات الثانوية العامة: أرجو عدم الدخول في تفاصيل فنية. أنباء عن هروب عمر البشير من السجن ومصادر: لم يحدث وموجود بمستشفى السلاح الطبي. زيلنسكي: بوتين سيخرج خاسراً كما خرج صدام من الكويت. فان دايك: محمد صلاح أسطورة ستحظى بتقدير على المدى البعيد. الفنانة يسرى: إحنا ناس بنحب الفرفشة والضحك وكلنا عندنا مليون وش. محمد رمضان: عمر الشريف كان طوق نجاة اتحدف لي واختارني أكمل مسيرته. اعترافات موظفة متهمة بسرقة خزينة شركة بالنزهة: صاحب الشركة خد مني فلوس عشان نتاجر في العملة وما رجعهمش. الداخلية تنقذ قطة عالقة أسفل كوبري بمنطقة المريوطية في الجيزة. مهندس في حي الخليفة بالقاهرة يلقي أموالاً من شرفة منزله على المارة في العيد، والمواطنين يرددون: بنحبك يا حسن. أفلام العيد: هارلي لمحمد رمضان، وفيلم ابن الحاج أحمد بطولة شيكو، وفيلم يوم 13 بطولة دينا الشربيني، وفيلم مغامرات كوكو بطولة بيومي فؤاد، وفيلم ساعة إجابة بطولة سوسن بدر. لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.